بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم احمد سلامه. هنكمل مع بعض سلسله فيديوهات عمليات من قلب الشبكات. فهمنا يعني ايه في لان او فيرتشوال لان بشكل مبسط كده. النهارده شباب هنكمل جزئيه صغيره كده عن الفي لان مع حاجه اسمها الترانكس. بكل بساطه شباب، احنا قلنا ان الفي لان خلاص بقى بتكريت لي لوجيكال بارتيشن، وكل بارتيشن ده وكل بارتيشن من اللي انا بقدر اكريتهم بضيف جواه مجموعه من الانترفيسز اللي خاصه بالسويتش وبعزلهم عن بعض، يبقى اقدر اكريت اكتر من فيرتشوال بارتيشن على سويتش واحد واقسم الاقسام بتاعت الشبكه بتاعتي. من ضمن مميزات الكلام ده شباب، اولا هي بتحسن السكيورتي. طيب ده رقم واحد. رقم اتنين يا شباب، هي بتحسن اداء الشبكه. يا شباب النتورك بيرفورمانس بتحسن اداء الشبكه عن طريق ان هي بتنكريز النمبر اوف برودكاست، يعني ايه؟ بتزود عدد البرودكاست دومين. دلوقتي يا شباب على مستوى السويتش الواحد، لما هيجي السويتش يعمل برودكاست، انا اتخيل ان السويتش ده 24 بورد، فهيعمل برودكاست اوفر ال 24 بورد اللي عنده، صح كده؟ على ال 24 بورد اللي عنده. تخيل بقى ان انا قسمت السويتش ده لقسمين وكل قسم اصبح 16 بورد، فيلان 10 مثلا وفيلان 20. يبقى اذا لما هيجي السويتش يعمل برودكاست هيعمل على فيلان 10 على 16 بورد، وهيعمل في فيلان 20 على 16 بورد. فاحنا بكده شباب بنزود عدد البرودكاست دومين داخل الفيزيكال سويتش الواحد، وبالتالي اداء الشبكه بيتحسن. طيب في حاجة مهمة جدا قلنا عليها، ان انا دلوقتي لما هاجي اربط بقى اكتر من سويتش ببعض شباب، صح كده؟ وقلنا ان الراجل ده اتش ار، وانا عندي قسم الاتش ار وعندي السيلز في الفيديو اللي فات. فعملت هنا فيلان 10 وعملت فيلان 20، ونفس الكلام على السويتش اللي تحت، وخليت فيلان 10 دي للاتش ار وفيلان 20 للسيلز، ثم ربطت السويتشين ببعض. طيب لما يجي دلوقتي واحد من السيلز في السويتش اللي تحت عايز يكلم واحد من السيلز في السويتش اللي فوق، ازاي السويتش اللي فوق ده هيعرف ان الراجل ده معاه في نفس الفيلان، في فيلان 10؟ الآلية دي هتتم ازاي يا شباب؟ عن طريق حاجة اسمها الترانك. ونخرج من هنا بستاندرد جديد اسمه اي تريبل اي 802 دوت 1 كيو. يبقى كابل الترانك يا شباب، خدها بقى قاعدة عندك كده. السويتشات لما هتيجي تتوصل ببعض، اللينك اللي ما بين السويتشات وبعضها ده بيسمى ترانك لينك، ترانك لينك. واللينك اللي ما بين السويتش وأي جهاز آخر زي البيسيز مثلا، يبقى اللينك اللي ما بين السويتش والبيسيز ده بيسمى اكسس لينك، اكسس لينك. ركز معايا الله يخليك. يبقى لما اجي اربط كابل بين سويتش وسويتش هيبقى كروس اوفر كيبل، ممتاز. واسم الربط دوت ترانك لينك. ولما اجي اربط كابل ما بين سويتش وكمبيوتر بيبقى اسمه اكسس لينك. طيب ايه قصه بقى بروتوكول ال 802.1 كيو؟ برافو عليك، طالما ايثرنت ده كده ايثرنت تكنولوجي. طالما شفت ال 802 على طول حاجه بتشتغل كده ايه في الايثرنت، شبكات اللان، وهيبقى موقعها في الاو اس اي لاير 2، ممتاز. طيب البروتوكول ده شباب بكل بساطه، اول ما الفريم بتيجي يبقى الفريم خارجه. احنا قلنا ان الراجل ده فيلان 10 صح، والراجل ده فيلان 10، بس ده على سويتش وده على سويتش. فهي الفريم خارجه من السويتش، خارجه من الراجل اللي هو الاتش ار اللي في فيلان 10 على سويتش واحد وليكن. هيجي هنا دور ال 802.1 كيو، هيعمل حاجه اسمها تاج للفيلان. يعني ايه؟ يعني هيحط كده في اخر الفريم تاج. تاج يعني يا شباب ختم. التاج ده شباب بكل بساطه هو ده الهيدر بتاعه. طبعا هيدر كل اللي احنا عايزين منه حاجه اسمها التاج بروتوكول ايدنتيفاير والتاج كنترول ايدنتيفاير. بكل بساطه في الجزئين دول هيقول للفريم ان انت خارجه من السويتش عندي،
عن طريق فيلان رقم 10. فبالتالي البيانات لما تروح للسويتش التاني ويجي يفكها مش هيبعتها لأي حتة بقى يا شباب، لا هيبعتها في اللوجيكال بارتيشن عنده اللي هو فيلان 10. طيب معلش نشرح الحتة دي تاني، نشرح الحتة دي تاني. السيناريو كالآتي يا شباب، خليكم معايا بقى، ركزوا معايا. تعال نشوف السيسكو باكيت تريسر، نوضح عليه بشكل أفضل. طيب بصوا يا شباب، ادي السويتشين اهو تمام، وعندي هنا بي سي اتنين بي سي وهنا اتنين بي سي، والسويتشين دول مربوطين ببعض، وليكن ده فلور ايه وده فلور بي، وهنا الاجهزة مربوطة بالسويتشين. طيب ايه اللي انا عملته؟ بكل بساطة يا شباب، أنا جيت على السويتش ده قسمته حتتين فيلان، عملت فيلان 10 وخليتها للـ HR، وعملت فيلان 20 وخليتها للسيلز تمام على السويتش ده، وخليت الفتحة دي جوه فيلان 20 والفتحة دي جوه فيلان 10. ممتاز. وجيت هنا في الدور الثاني، يبقى ده فلور 1، وجيت هنا في الدور الثاني قسمت السويتش لحتتين، ايضا فيلان 10 وخليتها اتش ار، برافو عليك، وفيلان 20 ايضا دي السيلز، وخليت البورت ده في فيلان 20 والبورت ده في فيلان 10، وربطت السويتشين ببعض وقلنا ان الراجل ده هيبقى كروس اوفر. ممتاز. واللينك ده اسمه كده ايه؟ ترانك لينك. طيب وبقيه اللينكات دي اسمها اكسس لينك. تمام. دلوقتي الراجل ده البي سي 1 ده الاتش ار اللي في فيلان 10 في فلور 2 عايز يبعت داتا للراجل اللي في فلور 1 في فيلان 10 معاه. فالداتا دلوقتي لما هتعدي على السويتش وتروح للسويتش الثاني هيعرف منين ان هو بعتها لفيلان 10؟ مش السويتش دلوقتي اصبح حتتين يا شباب، فلازم حاجه تعرفني الداتا وهي جايه هتروح في انهي حته من الحتت بتاعت السويتش. فدي كده بكل بساطه كانت ميزه الاي تريبل اي، او الفيتشر اللي بيقدمها للاي تريبل اي 802.1Q 802.1Q، وبيسمى التاجنج يا شباب، عمليه الختم. يبقى اول الفريم ما طلعت، الفريم دي يعني ايه؟ يعني داتا لينك لاير، البيانات اللي موجوده في الداتا لينك لاير. ارجع معايا للاو اس اي لو انت نسيت. اول ما الفريم هتتبعت هيروح مزود عليها تاج هيدر زي اللي احنا شفناه المره اللي فاتت. الهيدر ده فيه رقم الفيلان، اللي هي خارجه منه، يعني اذا الداتا دي خارجه من فيلان 10. فلما هتروح للسويتش الثاني ويجي يفك الفريم هيبص على الهيدر ده هيلاقي الداتا خارجه من فيلان 10، يروح باعتها على فيلان 10، يتجنب ارسالها لفيلان 20. وبكده بقى احنا شباب حلينا القصة بتاعت ان احنا نربط اكتر من سويتش ببعضه، ما يحصلش اي مشاكل، الداتا ما يتعملهاش برودكاست الا في مكانها. يعني لو حد يعمل برودكاست في فيلان 10 وراحت هنا هتروح لفيلان 10 بس، ما تروحش لفيلان 20 وما الى ذلك. اتمنى ان القصة بتاعت الترانكينج تكون وصلت. هو 802.1Q، وده اي تريبل اي اوبن ستاندرد انكابسوليشن، يعني عندي حاجه خاصه بسيسكو بس اسمها الاي اس ام، ان شاء الله هنتكلم عنها في الجزء بتاع الانفراستراكشر. اشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي، والسلام عليكم ورحمه الله.